تعدينا الخمس دقائق أقل من خمس دقائق. طبعاً ضمن رسالة الجامعة في نشر الوعي الوطني والثقافة الوطنية، نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مؤسسة الرؤية الفلسطينية ومجلس اتحاد الطلبة دورة ثقافة بيحمل اسم الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، وكان اختيار الاسم لهذا الدورة ضمن نشر الوعي والثقافة لدى الطلاب حول قضية الأسرى وبالتحديد قضية الأسرى المرضى. تم التعميم على الكليات وتم اختيار فريق من كل كلية، وكل كلية شاركت حملة اسم أسير مريض للتركيز وتسليط الأضواء على قضية الأسرى المرضى بالسرطان، اللي طبعا نتمنى لهم الشفاء العاجل والإفراج لجميع الأسرى إن شاء الله رب العالمين. فإحنا اليوم عندنا 7 كليات راح تشارك في الدورة بتنظيم كامل، راح يكون في عندنا لجنة تحكيم وراح يكون في عندنا فائزين، والحمد لله في جمهور واسع من الطلبة. نظم مجلس اتحاد الطلبة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة دورة ثقافة دورة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد. يأتي هذا النشاط من أجل تسليط الضوء على قضية الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، نتمنى لهم الشفاء والفرج القريب إن شاء الله، ونتمنى تكون هذه المسابقة هي مسابقة ودية بين داخل كليات الجامعة.